أهلا بكم مرة أخرى مع رحلة البي سؤال في ماس 2 وفرع الستاتيكس، وكنا أخذنا جزء على إزاي نشتغل بالإكواليبريم لما يكون عندي إنكلاين، لما أشتغل على سترينجز، لما أشتغل على سفيرز. تعالوا نكمل رحلة المية سؤال في الستاتيستيكس مع ماس 2. بقول لك a body of weight 400 نيوتن is suspended by a light string. Light string يعني ملوش weight يعني. And by a horizontal string. يبقى أنا في عندي body الوزن بتاعه 400 نيوتن. هعلقه بلايت string و and by a horizontal string، وده هيبقى بيعمل passes over a smooth pulley and carries at the end of the body weight، في البالي هنا في الاند بتاعها weight 300 نيوتن. سؤال بيقول لي find the tension on in the string. تعال نشوف رسمتها مع بعض. لو شفنا كده مع بعض، ادي الويت بتاعي انا معلقه هنا، ادي 400 نيوتن، وادي في متعلق هنا بسترينج، والاذر في هورزنتال سترينج، ونازل منه في بالي هنا ونازل منها ويت 300 نيوتن. ايه اللي هيحصل بقى؟ السؤال بيقول لي هو عايز التنشن اللي في السترينج. الاني تنشن اللي في السترينج؟ ما انا شده من هنا وعامله في وضع اكواليبريم، يعني دلوقتي الموضوع كده كله متزن وواقف كده، وهو عايز يجيب لي التنشن ده. طب اجيب التنشن ازاي؟ انا عندي كام فورس دلوقتي؟ انا عندي في هنا سموز بالي بنزل منها ويت، الويت ده وهي سموز فيبقى ده التنشن، فانا عندي هنا تنشن وعندي هنا تنشن وعندي هنا الويت، و3 كمز اوت فروم ذيس بوينت، فدي ادي التنشن الفورس دي 300، وادي تنشن وادي 400. السؤال بيقول لك فايند سيت. طيب انت دلوقتي المشكله عندك دلوقتي ان انت عندك ادي ال 300، ال 300 ده التنشن، ده الانجل دي عباره عن 90 بلس سيت، اللي انت عارف اللي انت عملت اكستنشن هنا لللاين اوف اكشن بتاع الفورس دي، فيبقى ده اللاين اوف اكشن، فتبقى الانجل بتوين الاذر تو فورسز 90 بلس سيتا. فدلوقتي عندنا كل حاجه جاهزه، ادي الفورس دي 300، ادي الويت، وادي التنشن. هو السؤال عايز التنشن، بس عشان اجيب التنشن ما انا كمان انا محتاج اجيب السيتا. وتعالى نشوف مع بعض كده التنشن. الانجل اوبزيت لي 90، 300 الانجل لي 90 بلس سيتا، طب الويت 400 180 ماينس سيتا، فكتبنا لاميرول 300 اوفر ساين 90 بلس سيتا، 400 اوفر ساين 180 ماينس سيتا، تنشن اوفر ساين 90. فدلوقتي لما اتفقنا قبل كده ان لما اتعامل مع ال 90 او 270 بنعمل ترن من الساين تو كوزاين، فاحنا في السكند كوادرنت والساين بوزيتيف فتبقى كوزاين سيتا. طب لما اجي في ال 400 وبتعامل مع ال 180 فبتفضل الساين ساين فتبقى ساين سيتا، وطبعا احنا عارفين الساين 90 بكام؟ 1. بس خلي بالك انا عايز استفيد هنا، انا مش هعرف اجيب التنشن الا لو جبت سيتا، لان هنا في النون في الفيرست ريشيو وفي النون في السكند ريشيو اللي هي سيتا، فانا لازم اجيب سيتا الاول. فبنعمل ايه؟ فما تيجي نعمل الساين ديفايد الكوزاين تبقى 400 اوفر 300 عشان نقدر نجيب 10 سيتا. ولما تبقى 10 سيتا ب 4 على 3 اقدر ابقى عارف ان ساين سيتا تبقى ب 4 على 5، واقدر اجيب كوزاين سيتا تبقى 3 على 5، فاقدر اتعامل مع الساين سيتا ومع الكوزاين سيتا. وفعلا انا كده جبت ال 10 سيتا ب 4 على 3 وقدرت. السؤال بيقول لي هات التنشن، واجي من التنشن اوفر ساين 90 واعمل كروس ملتيبليكيشن وعندي الساين سيتا 4 على 5، فقدرت اجيب التنشن ب 500 ويت. ندخل على السفير بقى. انت لما اقول لك سمول هوموجينيس سفير، السفير انت عارف ان الويت بتاعها اكت، الهوموجينيس سفير الويت اكت في السنتر، بيبقى نازل فيرتيكالي داون. فبيقول لي هوموجينيس سفير اوف ويت 10 نيوتن is on a smooth vertical wall. انا احط
الكورة وحطها هنا على سموز بولد، هل هتبقى هتنزل ولا لازم نربطها بحاجة بقى عشان نعلقها؟ طب تعالى لما تعمل على سموز فيرتيكال وول، احنا عارفين ان السموز فيرتيكال وول الرياكشن بتاعه يبقى بربنديكولار، مش كده ولا ايه؟ طيب تعالى بيقول لك ان سموز فيرتيكال وول اند سسبندد باي لايت سترينج، هربطها بقى من فوق من الاريا من السيرفيس بتاعها، هربطها بلايت سترينج اون اتش سيرفيس اون ذا اذر اند اوف ذا سترينج از اتاتش تو ذا بوينت اون ذا وول above the point of contact between the wall and the sphere. ادي البوينت اوف كونتاكت، انا هربطها من هنا واعلقها في point up the point of contact with the sphere. بيقول لي if the length of the string equal the radius of the sphere، فانا عندي relation هنا بيقول لي ان ال length of string اللي هو انا معلقه من ال surface بتاع ال sphere equal the radius بتاع ال sphere، يعني هيبقى هو r كمان، يعني هيبقى كله هيبقى 2R من السنتر لحد الاخر. find the pressure on the wall، هو عايز الرياكشن بتاع الول and the tension of the string. تعالى نشوف رسمتها مع بعض عشان نشوف الموضوع، بس ما تنساش حاجة ان انا must line of action of the weight and the reaction لازم يعملوا intersect مع بعض. فانت عندك دلوقتي في weight وفي tension وفي الرياكشن بتاع الول، لازم الثري فورسز دول الثري لاين اوف اكشن ماس انترسكت ات 1 بوينت. تعال نشوف بقى فين البوينت اوف انترسكشن دي. ادي رسمتنا، وتعالى الاول نحل، انا عايز احل لك المساله دي مره بلامي رول ومره بترينجل فورس، وعايز احلها لك برضه بالريزوليوشن، فتقدر انت تختار يا تحل بلامي رول يا تحل بالترينجل فورس يا اما تحل بالريزوليوشن، انت حر الطريقه اللي انت بتحبها اللي انت متعود عليها اعملها. فتعالى نشوف، ادي السفير، ادي البوينت اوف كونتاكت مع الفيرتيكال وول، و ادي الرياكشن وادي الويت، ولازم بقى اخر حاجه اعملها اللاين اللي انا معلق من السترنج ده. السترنج ده عامل تاتش مربوط هنا في الول، ولازم يبقى بيمر بالبوينت اوف انترسكشن للرياكشن مع الول، اذا التنشن هيتعمل اخر حاجه وهيبقى هنا على اللاين ده. هو اداني ده ار وادانا ده ار، وانا عارف ان ده ار، اذا كمان انا عندي رايت انجل ترينجل وعندي ريليشن بتوين التو سايدز. ولما ابقى عندي رايت انجل تريانجل ويبقى عندي سايد هاف سايد، يبقى ده الهايبوتنس وده الهايبوتنس. لما يبقى 1 ذا سايد اوف تريانجل هاف ذا هايبوتنس، يبقى الانجل اوبزيت تو ذا سايد از 30. فانا كده عرفت ان الانجل دي 30 وعرفت ان دي 60، واقدر اشتغل بلامي رول ازاي. لما اخد الار هتبقى الانجل 90 بلس 60، لان دول التو فورسز الباقيين، يبقى 90 بلس 60 150، فهقول ار اوفر 150. طيب ساين 150، لما اجي للتنشن فين التنشن بتاعي؟ ادي التنشن، التنشن ده فين الانجل؟ الانجل بتوين اذر تو فورسز اللي هي 90، يبقى تي على ساين 90. طب باقي مين؟ باقي ناخد بقى الويت اللي هو 10، الويت بتاعي 10 والانجل بتاعته كل دي، لا ده هي جزء الحته دي بس، يبقى 180 ماينس 60 هتبقى 120، واقدر اجيب الار واعمل كروس مالتيبيكيشن واجيب الار، واقدر كمان اجيب التنشن بمنتهى السهوله. ولو استخدمت تريانجل فورس، فانت عايز تعمل ريبرزنتيشن على تريانجل للثري فورسز اللي عندك. فتعالى لو انت حبيت تشتغل بالتريانجل اي بي سي، لو هو ده تريانجل فورس، ايه اللي بيعرفك ان هو تريانجل فورس؟ ان الويت هنا هيبقى ريبرزنتد للسي بي راي، هيبقى جاي هنا كده، اذا الويت هيبقى هنا اللي هو 10. واجي هنا على البي اي الاقي الار رياكشن النورمال رياكشن بتاع السموز وول هيبقى هنا، ادي الار ريبريزنتد بالبي اي. تعالى بقى نشوف هنا ده هيبقى ريبريزنتد للتنشن. طيب انت عندك كده الثري فورسز ريبريزنتد بالثري سايز اوف تريانجل تيكن ان سايكليك اوردر وان دايركشن، ادي السي بي، ادي البي اي، ادي الاي سي، يبقى اقدر فعلا استخدم التريانجل فورس بالريشوز، اجيب الفورس اوفر اللينث اوفر او الريشيو بتاع الاوبزيت سايدز، بس هخليها بالكونستنت طبعا. وهو هنا عندك دلوقتي
ده سايد اوبزيت تو 30 يبقى هابل هايبوتنس. يبقى لو قلت ان ده ال مثلا او سميت ده ار وده 2 ار فخلاص ادي ار وادي 2 ار وده روت 3 على 2 ار او هتبقى روت 3 ار. فعندك ال 3 سايدز فاقدر اجيب الار اوفر السايد بتاعها الار اوفر اي بي والويت اللي هو 10 اوفر سي بي ايكوال التنشن اوفر اي سي واقدر اجيبهم واعمل كروس مالتيبليكيشن وتطلع نفس الريزلت برضو. او لو تقدر تعمل ريزوليوشن وتجيب لي ار اكس وتجيب لي ار واي. بمعنى ايه في ريزوليوشن؟ ان انت عارف ان الانجل دي 60 فده التنشن فهتعمل القريب منه دي 30 فهتبقى دي تي كوزاين 30 وده تي ساين 30 فخلصت من ده. عندك ده اوريدي خلاص ال 10 ده الويت ده موجود على الواي اكسس وبعدين خلاص ناقص مين بقى؟ الار هيبقى على الاكس اكسس. فانت الوحيد اللي عملت له ريزوليوشن هو مين؟ هو التنشن وعملته في الدايركشن بربنديكولار وهجمع ار اكس واقول ايكوال زيرو لان هما ان ايكوليبريم وهجمع ار واي واقول زيرو واجيب منها الار واجيب منها التي وهتطلع نفس الريزلتس برضو. يبقى انت تستخدم ترانجل فورس تستخدم لامي رول تستخدم ريزوليوشن اللي انت بتحبه ومتعود عليه اعمله التلاته صح. تعالى ندخل في سموز سفير تاني اسمه سموز ايرن سفير اوف ويت 30 نيوتن. ادانا الويت 30 نيوتن ريسس بتوين تو فيرتيكال وولز. طب التو فيرتيكال سموز وولز يبقى رياكشن بيربنديكولار اند انكلايند اند ان انكلايند بلين. في عندي تو انكلايند بلين كده والسفير ما بينهم فالتو انكلايند دول قال لك which inclined by 62 the horizontal. يعني لو انا عامل كده فيبقى الانجل اللي بتوين الانكلايند ده والهوريزونتال ده الانجل دي 60 والانجل inclined which inclined by 62 the horizontal find the measure of each of the wall عايز البريجر على each wall and the plane. طب يعني هو عايز البريجر. طب تعالوا كده نرسمها مع بعض ونشوف حلنا هيطلع ايه. لو انت تخيلت ان اهو ادي دي السفير وادي السفير محطوطه between two inclined plane ده عامل انجل 60 هو قال لي انه عامل انجل 60 مع الهوريزونتال. طيب ايه اللي هيحصل لما السفير بقت ما بينهم كده؟ طبعا انت عارف ان ده السنتر ده نازل منه الويت ده اولا. ثانيا ان انت تبقى عارف ان البوينت اوف كونتاكت ويز الوول هنا ده الرياكشن بتاعها بيبقى برمديكولار عليه. طيب يبقى ادي الرياكشن وادي الويت. تعال بقى نشوف الار 2 في البوينت اوف كونتاكت مع الاذر انكلايند بلين فيبقى ماست باسز ويز ذس بوينت. فدي لازم طبعا الثري فورسز كمز اوت فروم ذا بوينت اوف انترسكشن اوف ذا ثري فورسز. ادي لاينز اوف اكشنز عندي خلاص ادي الار 2 وادي الار 1 ده بتاع الفيرست وول وده بتاع السكند وول وده الويت اللي عندي واقدر اشتغل ب لامي رول لو حبيت واقول ان انا عندي ار 1 اوفر ساين 1 وساين 120 اللي هي 90 بلس 30 ار 2 الانجل قدامها هي ساين 90 الانجل بين الاذر تو فورسز وادي ال 30 الانجل بين الاذر تو فورسز هي 150 واقدر بمنتهى البساطه اجيب ار 1 واجيب ار 2 وكده. ارجو ان انتوا تحلوا المسائل دي معانا تاني وتجيد المسائل السهله دي لان دي بتاخد معاك 3 4 دقائق كتير قوي بيبقى سؤال اي او بي فانت بتحله بمنتهى السهوله انت متعود عليه فبيخفف الضغط عليك في الامتحان ان انت بتخلص المسائل السهله دي بسرعه. استمتعنا بيكم في رحلتنا مع الاستاتستكس ونكمل ان شاء الله في فيديوهات اخرى. كان معكم خالد فاروق.